كيف راهي الجلفة أخويا؟ الحمد لله. وكيف راه الناس الجلفة؟ ما شاء الله الحمد لله، أهلا وسهلا بكم عندنا إن شاء الله. الله يحفظكم. لا ناس الجلفة ناس كرم، ناس ما شاء الله، ربي يجازيك خير. ربي يبارك فيهم، ربي يبارك فيهم إن شاء الله. آمين. بلال تفضل تشاركونا بتلاوة. معلش بإذن الله إن شاء الله. تفضل استعيد وانطلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نا نا وليس نا 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 وإن الله على نصرهم لقدير. بلال انتبه، وإن الله على نصري نصري نصرهم، رقق الراء. وإن الله على نصرهم لقدير. ما شاء الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. شكرا بلال، بارك الله فيك. ما هذا الجمال في الأداء والصوت، ما شاء الله أداءك طيب ما شاء الله. ارتباك شوي ثاني الشيخ، مرتبك شوي. هذا الارتباك وهذا الجمال مع الارتباك هذا، يا ما شاء الله عليك. الله يجزيك خير الشيخ. يعني الارتباك هو اللي خلق هذا الجمال ولا وشن؟ سبحان الله. ما شاء الله أدائك طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قل لي بلال، كم تحفظ من القرآن؟ أنا حاليا في البداية راني نحفظ برك إن شاء الله. يا بلال راح نقول لك حاجة اسمعها مليح. معاش بإذن الله. أنت من الناس اللي حباكم الله سبحانه وتعالى بصوت جميل. الحمد لله. صار واجبا أن تحفظ القرآن وأن تتقنه وأن تضبطه وتدققه بإذن الله إن شاء الله الشيخ، تلاوة وحفظا إن شاء الله بإذن الله. دعواتكم الشيخ. فجزاك الله عنا كل خير، واجتهد يا ما تفوتش على نفسك هذا الخير يا بلال. بإذن الله بإذن الله راني نجتهد بإذن الله.